الشارع التي ما زالت لا ترابع عند المجرد التي قامت في هذه الحكومة. اسروا كده اسروا اليوم مشروعي في بناء جسر الصداقة، وهو مجمع طرقي متكامل العناصر. جسر روالك ما يكب دولة فيها. البيان اللي مقدم اليوم لمجلس الوزراء يتعلق بمشروع بناء مسجد مناقشوط الكبير. باه نديروا ان شاء الله هما اللي جهودنا كاملين، ياكلنا من هنا الى نهايه السنه ان شاء الله وتنطلق فيه الاعمال، ونديروا ما اللي نمتنوا من الجهود ياكل الاعمال تبدا تنجز اقل من ديك الفتره اللي صارت 30 شهر اللي اصلا كانت مقرره من سنه هذه الاشهر. الحجر الأساس لأول فندق خمس نجوم ضمن سلسلة شيراتون العالمية المشروطة، وذلك بمناسبة ذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني. ومن المتوقع أن تكتمل أشغال الفندق الذي يتكون من 6 طوابق في حلول سبتمبر 2017. الأباقي الكامله التي لا نراها بالعين المجرده انها جهنم.